بقول لك ثلاث ساعات تغسل البندورات. مرحبا. اهلين معلم ابو اوس. شو هذا المنظر اللي برا؟ انت ما كنت تعرف تحاسب موظفينك مثل العالم والناس؟ هي ذكيه ولا مؤسسه؟ ليكن المدراء. لا تحاكيني هيك، لا تقول لي. انت المسؤول وانا بحاسبك لك. انت مسؤول ولا لا؟ طبعا طبعا، كنا عم نناقش هالمساله. اي خلص خلص، فرطونا هالاجتماع، في عنا مواضيع مهمه بدنا نناقشها مع بعض. يعطيكم العافيه. مع السلامه يا شباب. اقعد. كيف هذا سيد ابو مازن؟ لسه اداؤه بطيء؟ جبان، بخاف، يعني بيعد للعشر ملايين قبل ما يوقع. هلا عم تنكت؟ الو اوس. شو حبيبي؟ طمنيني، طلعت اسماء المقبولين؟ طلعت الاسماء ومالي اسم. شو هالحكي؟ يعني معقول تقديرك ممتاز وما طلع لك؟ تصور، ما بعرف، ماني مصدقه. لك حبيبتي ما قلت لك، خلينا ناخذ الطريق من قصيره. يعني انا الثانيه على الدفعه. مين لازم ياخذوا للدراسات العليا؟ قسما بالله شفت ناس بالكليه بعمري ما شفتها. معلش حبيبتي طولي لي بالك شوي، ما صار شيء. شو ما صار شيء؟ النتائج طلعت وخلص. لك بس لو مو الحب، لكن انا امنت لك بعثه بس ما مستغني. قلت لك شو قلت لي؟ إيه لو طلعت لي الدراسات العليا بالواسطه لمو تطقيق. طقيق؟ لا حبيبتي ما بتطقيق. على كل حال اشوف شو فينا نساوي. أوس. أيوه أوس، أنا عم حس بالظلم. دعي الأمر عنك يا امرأة، غدا نتكلم مع والي الدراسات العليا، وإن لم نستفد تكلمنا مع أمير التعليم. بالله شو؟ أجل، إنني على معرفة طيبة بوالي التعليم، وهو رجل كريم معطاء لا يرد. إيه لأنه عم يعطي من بيت أبوه. خلصنا غزال. حبيبتي أنت مو بدك دراسات عليا؟ خلص اعتبريها صارت. شو وين هالبنت؟ ما عرفنا شو صار معها، ما اتصلت معي؟ لا والله ما اتصلت، ولا ما حبيت احكي معها، خفت لتكون محتفله هي ورفقاتها. شو انت وين اليوم؟ انا اليوم شكلت من ثروه، حاكيني اذا بدك شيء، وهني لي بنتك بس ترجع. ما بدها تهناية، حقها تدرس دكتوراه. دكتوراه بكي لسه دكتوراه، يلا السلام. سلم لي على عديلك اذا شفته. عديلي هلكني، لسه دفتر سري وسيدي مخبى. لك ما بعرف شلون طلع بجريتها هالشركه هي. لك بين المكشوف والمخبى راح ضيع. ايه لا ما بينخاف عليك، كمبيوتر ما شاء الله. يلا السلام. الله معك. شو حبيبتي وصلك على البيت؟ رايحة المخبر؟ مالي عرفانة لوين بدي روح. حبيبتي ممكن تطلعي لي من هذا المزاج؟ مو حلو وما بيلبق لك. وحياتك عندي لجيب لك قبول، حتى لو اضطريت احكي مع اليونسكو بذاتها. منيح هيك؟ واهلي شو بدي اقول لهم؟ انه شو بدك تقولي لهم يعني؟ انت اصلا مالك بحاجة لا ماجستير ولا لحتى دكتوراه. وظيفتك موجودة وحياتنا مأمنة. انا مقهورة من شان ابي. بعدين انا ما بدي اشتغل بالدولة، ابي مو مصدق امتى يخلص ويمشي. بالعكس، ليش لا يمشي؟ اصلا ابوكي واحد نظيف وامين، واهم من هذا انه دقيق وشاطر بشغله. كان املي اشكره واقدم له شهاده الدكتوراه هديه يطمن باله فيه علي. والله شوفي، هو بصراحه الدكتوراه كتير ضروريه، يعني حتى لو اضطر الواحد يشتريها شري، لانه معلومك بالوظائف. لسه بيقول لي وظائف، انا ما بدي اعيش حياتي كلها خوف. اف 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 خوف؟ حبيبتي اصلا وظيفه الدوله امان ولو.
ما طلع له راح اطق العمى. شلون هيك؟ لك فهمنا مازي شاب بعتنا يدرس برا وهي شو؟ هي الله يعينها اجت معصبه كثير وما خلت على الواسطه والدعم. ليك بوضتها ابو مازي ما عندك حدا خرج؟ خرج؟ خرج شو؟ خرج يدبرها؟ ايه بس اجى هالحدا دبرها راح يفتح تمه ويبلعني. راح يصير لكل معاملة أو مناقصة أو ميزانية بالوظيفة له إصبع وأنا مالي قدن. الله وكيلك مالي قدن. بس البنت ذكية ونفسها مفتوحة على العلم. والله حرام تاني على الكلية يا أبو مازن. تاني معقولة هيك؟ إيه هيك مثل كل شيء هيك. وينها هلا؟ لك بأوضتها. فوت طيب لخاطرها. طيب يلا. عفوا بابا برجع لك. لا بابا لا ما في شيء مهم تعود. لا لا ما عندي شيء برجع لك. شو حبيبتي كيف المزاج؟ فكري كتير مشغول عليكي. صار معك شيء؟ لا والله لسه ما صار شيء بس قلت لك اكيد بتنحل. بابا لسه ما اجى من الشغل. وهي وحدة ثالثة. شو يعني هي وحدة ثالثة؟ فوق انه ما قبلوني مع اني متفوقه وفوق انه رح جن اذا قبلوني بالواسطه. هذا طبعا اذا صارت. وحياتك عندي وحيات غزول عندي رح تصير. الثالثه انه الواسطه هي ابوك يلي بالنتيجه معلم ابي. اوه انت الثاني غزل. بابا ما بيدقق على هيك شغلات. ما اختلفنا بس بيضل عم يفضل على موظف عنده. طيب مو لازم نسال اصحاب الشأن بالاول يعني ابي ابوك؟ هلا انت لوين رحتي؟ أنا عم قلك بابا ما بيدقق على هي الشغلات. يعني معقول يعرف أنت بنت مين؟ بابا رح يعرف شغلة واحدة إنه أنت حبيبتي وبس. بعدين بابا لما رح يجي ويطلبك بكرة رح يصير أبوك هو المعلم والدراسات العليا دخلك لمين؟ لكنتو مو لبنت أبو مازن. ما بعرف أوس ما بعرف شو بدي قلك بس هالواسطة هيك تقيلة تقيلة على روحي. أوس حبيبي انت مو معقول. هلا السنه الماضيه ما طلبت مني مثل هالطلب هذا لوحدة رفيقتك اسمها روزا روزينا روزيتا روز بابا روز روز أيوة. اخته لإيهاب. ايهاب اي مزبوط بس هالمره بابا في فرق كتير غير. ها أي. في فرق ايوه وشو الفرق؟ لا لا يروح ذهنك لبعيد. بابا هي البنت متفوقه وطلعت الثانيه على دفعه. تفضل. اي لا بده يروح ذهني لبعيد. بدك تقلي شو الفرق هذا؟ لا بابا ما في فرق وحياه الله. عم اقول لك هي البنت متفوقه وبتستاهل. يعني وقع عليها ظلم ونحن لازم نساعدها بس. ايوه وانت بدك تعمل مثل البطل الامريكي اللي جاي على حصانه معه فردين بده يخلصها من المظالم. هي بابا البطوله انه الواحد يقدم اي شيء ما بالضروره يكون غالي عليه او يضحي. بعدين شو نعمل؟ ما حياتنا كلها يتماشي واسطه بواسطه. يعني بطل مزيف؟ بقصد انه هي سهله عليك. بعدين البنت بتستاهل ومعدلها كتير عالي. قصدي قصدك انه رد المظالم بطوله مزيفه؟ لا بابا بالعكس الظلم هو البطوله المزيفه. معدلة مكتوب عندك بالورقة. ايه بسيطة بسيطة ما رح اخجلك المرة تكرام. بس إلها للآنسة انه تقدم تظلم. الله يخلي لنا اياك. يعني ما صار الا وقعتني مع ابو اوز. قلنا لك يا ابو مازن مشي المناقصة. يا استاذ يا استاذ الله يرضى عليك. انا عم بمشي الحيط الحيط ويا دوب عم بلاقي السترة. فض العروض مزبوط، توقيع اللجنه مزبوط، كله مزبوط. حتى طلبت مني شيء كتابي كتبت لك اياه. شو بدك كمان؟ بدي قرار من المعلم ابو اوس وقرار نظامي بالاضافه لكتابي. انا كتابك لكن صار ما صار بتشيلوا الكتاب من الاطباره. بدي شيء رسمي. لك عمي المعامل رح توقف. والله إذا تعطلت بحولنا أبو أوسع التحقيق. أخي مشي على مسؤوليتي مو على مسؤوليتك. بعدين كل شيء نظامي ومزبوط. معك حق لك بالعادة هيك مواد حق الطول من 1500 دولار لل 2000
إلا هالمرة 3600 دولار ولكن ذهبوا البلع. أبو مازن الزام حدودك، ها انتبه شو عم تقول. بعدين أنت شو عرفك بالأسعار العالمية؟ هاي مناقصة. بس أنا دريت إنه عرض وحيد. أنت شو عرفها؟ أنت من اللجنة شي؟ بعدين عم تقول بدك شي نظامي ورسمي؟ عندك شي نظامي ورسمي؟ خلاص المناقصة رسيت على هذا السعر، نفذوا بس. لك سهلة سهلة عليك كتير يا أستاذ، ما بالأخير بتقع براسي. طيب قبال استقالتي وخلي غيري يعملها. شو عم تشك فينا أبو مازن؟ نسيت إنه أنا وأبو أوس حميناك من 100 غلطة وغلطة؟ في 100 شغلة غلط بهالمعاملة. ما فيها ولا غلطة، وراءها كلها كاملة. مو بالوراء، بالعقل، بالعقل يا أستاذ. لك أي واحد مبتدئ بالرقابة والتفتيش بيزبطني. روح عيد دراسة البارة، وإذا ناقصة شي بتقلي. قصدي إذا فيها شي منحلها هون بيناتنا، محلية يعني. هلا بكل مناقصة بدي بدل موظف مشان يمشي شغل المعامل مشان ما تتعطل. لك شو هاد؟ مو على كيفه لهذا شو اسمه أبو بطيخ أبو مازن. هو عبارة عن مدير مالي بيمشي الشغل مثل ما بيجي لعنده، فهمت؟ مو على كيفه. بعدين اسمع اسمع، بعدين أنا ليش عم بحكي معك؟ أنا ما دخلني، راسك أنت بالميزان، فهمت؟ شوف، إذا كان معمل من المعامل بيقدم طلب مواد وما بتجاوبوه بسرعة، ريلتينك أنت بالفلقة، فهمت؟ يعني أنت رح تكون الضحية. شو بعد؟ بيرجف إذا في غلط. إيه لا كان ينحلب ولا كان ينجلب، والمعلم رافض يغيره من طيره. شو هالقصة؟ شو؟ مو عنا شحن أموال للإدارة العامة، واحدة منهم ما وصلت. ليش ما وصلت؟ لأنه ما طلعت، يعني ما حدا استلمها، ضاعت على الطريق. بح، وهيك كل دروب بتودي على الطاحو. يا رجل شو عم تقول أنت؟ هيك أبو أوس هيك أبو أوس رح يكون هو المسؤول، ورح يضطر يضحي بأبو مازن، وهيك بتمشي العملية وبتفش خلقك منه. بس مين بده يسترجي يقول لأبو أوس؟ غزال؟ هارو هاي، كيفك؟ شو صار معك؟ خبرني أوس. قدمت تظلم. إيه برافو عليكي، هدول ما بيجوا إلا بتكسير الرأس. لنشوف، المهم انت كيفك؟ لك يلعن ابو العلوم الطبيعيه، على ابو المخابر، على ابو الدراسات العليا. انا شو كان بدي بالزرعه؟ ستي تتسلي، شو عندك؟ لو ما عم اشتغل عند اوس بالمخبر كنت طقيت اكيد. قلت لحالي بكره بتجي غزال وبنتسلى بهالتجارب. مين كان يخطر له انه ما بيقبلوا الثاني على القسم؟ شايفه؟ امشي لوصلك لعند أوسع المخبر. مو رايحة لعنده؟ مو عرفاني، بعدين بيكون عنده شغل وأنا ماني رايقة. حبيبتي هلأ بتهدي، بعدين هو بشقرق لما بيشوفك. لك نيالك عليه. عن جد أوس بيحبك، بتعرفي نحن عشرة عمر. بعرف، بس والله مقهورة من كل قلبي يا روز، مقهورة. خلصنا يا من الأساس كان لازم عمو أبو أوس يتدخل. شو هالحكي؟ بعدين مو لحدا غريب كنتو. يلا روقي روقي. بود راجع لي اياها، مكتوب حسب الاصول مو من فوق الاساطيح. الو ايوه. انا هيك معامله ما بتبرأ ابدا. حاضر حاضر حاضر. على راسي. ابو مازن إلك المعلم الكبير.
في حالة مجلس الوزراء بتقول حسب الأصول. مازن أهلين معلم. أبو مازن كيفك؟ هلا حسب الأصول ولا حسب العقل؟ أنت بنتك غزل ما هي؟ عفوا معلم ما فهمت. إيه بنتي. طيب بتقلها لغزل إنه تنزل بكرة تاخذ قرار قبولها استثنائيا بالدراسات العليا، استثنائيا. هي علوم طبيعية ما هي؟ عفوا أنا ما أفهم. يا أبو مازن مو ضروري الواحد يفهم كل شيء، المهم يتنفذ اللي بده اياه، يتنفذ اللي بده اياه، فهمت؟ سلم لي على غزل والا مبروك. عندك عندك ابو مازن خير؟ شو في؟ الله يديمك ويخلي لنا اياك يا ابو اوس. أهلين بابا، أهلين. شكراً، شكراً، مع السلامة. مبروك. أعطيتها إبرة مشان تنام. شو ما ردت؟ طب شو رأيك تعطيها فرصة لتفيق من صدمتها؟ أنا بس بدي أفهم هلأ، هي بحاجتي وأنا لازم ساعدها. هلأ أنا لما شفتها بالعصرية قلت لها تحاكيك، قام هزت براسها. ما بعرف، يعني فهمت من هزة الراس إنه على أساس تحاكيك. لا ما حاكتني، لا على الأرضي ولا حتى على الموبايل. قل لك شو؟ قوم امشي معي وخلينا نروح نزورهم، شو رح يطلع منا يعني؟ ما هو هيك رح يصير بالأخير. بس لا معلش خليها تهدى شوي. ما اختلفنا، بس أنا ما عم بفهم ليش. ليش يعني؟ أوس مشان الله احكي، إذا في شيء احكي اللي بقلبك.
السجن؟ طب ليش ما حدا خبرني؟ شو كانت تهمته؟ كان مورط، ورطوه. وكيف؟ ما في حدا يحاسبهم؟ شو الموضوع؟ والله ما بعرف منين بدي ابدا. من الدكتورة اللي كان لازم فرحوا فيها، ولا ابدا من حياتي اللي تدمرت هيك فجأة. ما عم بفهم عليكي. انت صار وطلعت، عشت برا، ما رح تقدر تفهم، ما رح تتذكر. ولا لشو تتذكر؟ ما الأمور صارت أدهى وأدق رقبة. غزل احكي، احكي ابدي. قصة عايشينها، ما لها بداية، عايشين جواتها. والله العظيم ما عم أفهم عليك شيء. غزل اهدي وركزي واحكي منيح. شو اللي دخل بابا على السجن؟ شو اللي جلطه؟ يمكن انا قصرت معه، او ما بعرف، يمكن ما قصرت معه. ابوها يمكن يكون بريء، بس انا اللي حكيته مع بابا قال لي انه ما بيطلع بي شيء. طب هو كان بريء؟ بريء بالنسبة لمين بريء؟ مو بالنسبة لحدا، بالحقيقة، يعني بالحقيقة هو بريء. معقول أنت عم تسألي هذا السؤال؟ ليش في حقيقة؟ في وراء وفي صادر وفي وارد، ما في غير ربك بيعرف وين الحقيقة. طب ماشي، أنت قلبك شو عم بيقول لك؟ ما بعرف. أنا اللي بعرفه إنه لو كان أبوها قتل قتلها أنا كنت رح ضل معه. معناتها أبوك كان في ساعده، بس بابا قال ما بيطلع بإيده شيء. لك انت شو عم تحكي؟ لك هذا واحد حرامي نزل مرتشي، بدك ياني حط اسمي مع اسمه؟ يا بابا، طيب اذا هو حرامي ومرتشي، غزل شو ذنبه؟ شو دخلني انا بغزل اذا كان ذنبه ولا مو ذنبه؟ خلصنا، انت بدك اياها البنت؟ حاضر، خدها مثل ما بدك، بس انا لا تدخلني بهالموضوع، فهمت؟ يوميتها رجعت فرحانة، رجعت بدي ساوي له إياها مفاجأة، تدبيرة الدراسات العليا. ماما ماما بابا بابا قبلوني للدراسات العليا. بابا قبلوني. عرفت، قال لي واسطتك أو بالأحرى طرقني من نية، وبمعنى تاني حطني تحت وحدة. بابا شو عم تحكي؟ واسطتك أبو غوش، شو أخذك لعنده؟ بابا هي رفيقتي روز، يعني شافت إني مظلومة وحبت إنها تساعدني. شو فيها؟ أنت بتعرفي أبو غوش هو المدير الكبير بالمؤسسة، وأنت على اطلاع إنه الكل عم يحاصرني ليحصل على خدمات من فوق الأساطية. من مين؟ من المدير المالي اللي هو انا. انت حضرتك رحتي لعنده برجليكي. بابا يعني انا قلت الواسطه ما طلعت من حدا غريب، يعني حب يساعد موظف عنده. شو فيها؟ شو فيها؟ انت بتعرفي شو فيها. يعني شو؟ صار بده اجره الواسطه اللي سوا لك اياها؟ قصدي هذا المدير؟ طبعا بابا رفض. لا بابا ما رفض، كان مستعد يروح لعنده ويبوس له ايديه ورجليه مشان يتشكره. بس ابوكو بتعرفه، ويلي خاف منه وقع فيه. الله يخليك يا ابو مازن، استقيل وخلصنا. هي عندك شركتين عم تعمل لهم موازنه ومحاسبه، وابنك مازن تخرج وعم يشتغل، مو بقيان كثير بياخذ الجنسيه. لك ليش على كيفي
وبعدين لبين ما تطلع الموافقة وسلم العهدة بيكون لازم صار تمشي المناقصة، ما حدا بينتظر. طيب اشتكيهم لهذا المدير الكبير اللي حكيت عنه مع غزل، ما في رقابة وتفتيش؟ لك والله ما رقدهم، هذا إذا ما طلع أبو أوس مشارك معهم. أوس حبيبي. شو طمني طلع القرار؟ طلع القرار وليكو معي. ممتاز. يعني أنا ماني عرفانة شلون بدي أعبر لك، مو من شان شي، بس لأنك رجعت الفرحة لعيون هالرجال الطيب. مين؟ أبو مازن، أبي، ما كان رح يهنا له عيش بلا دراسات عليا. إيه لا، بس أنت هيك عم تخوفيني منه، يعني شلون بكره الزلمة بده يوافق على زواجتنا ما زالوا. لك هذا الرجال بحب الضمان، بحب كل شي مضمون، بقى أنت والدكتوراه رح يكون طاير عقله. أنت قلتي له إني أنا ورا الموضوع شي؟ أساساً أنا كنت مفكرة إنه أبوك عم يضخم الأمور. أنت بتعرفوا قديش خويف ونظامي. نظامي لأنه خويف. بس شو بده يعمل؟ مو مهم. المهم قلت لحالي شو بده يطلع من كل هالضغط. بالآخر بده يقبل أو ينقلوه، يكسروه، يحطوه بشي وظيفة ما إلها طعمة. بس ما خطر على بالي أبداً إنه تصل الأمور لهذا الحد ويلبسوه. يلبسوه؟ شو ما في أدلة؟ قرائن، أوراق، براهين؟ شكلوا لي لجنة وثبتوا لي بمحضرها كل ورقة، كل شهادة واردة، ما بدنا نزيدها على الرجال. شو القصة؟ شو في؟ الله يوفقكم خبروني. والله يا بنتي العلم عند أبوكي، الله يصلحه. 10 ملايين. لك أبي أنظف من النظافة نفسها وأنتم بتعرفوا هذا الشيء. هاي دولة يا بنتي، دولة، شو فينا نعمل؟ والعمل؟ شو لازم نساوي؟ شو لازم تساوي؟ ما هذا زميلكم؟ فكرنا نعمل له لمة ونوكل له محامي. لمة؟ هلا أهم شيء تاخذوا له دكتور، أنا شفته وضعه ما بيطمن. دكتور؟ طب وين أخذوه؟ على الجنائية أخذوه، لوين يعني؟ وأنا هون لا عالم ولا خبر. اجيت وبلش الركض. أوس أوس شوفي شو أخذوا بابا على السجن. على السجن؟ شوفي شو مساوي. الله يوفقك الله يخليك أوس، هذا من سيرة السجن بيمرض. رؤي رؤي طولي بالك حبيبتي، شوفي فهميني بس. حكي أبوك. طب بدي أحكي مع بابا بس فهميني شو صاير معكم لحتى أعرف أحكي معه. حكي أبوك لنفهم. طب فهميني أنت شوفي. اتصلوا فيني من الشغل وقالوا لي أبوكي متهم بجريمة اختلاس وجاي الجنائية تاخذه. اختلاس؟ على علمي انه ابوك له علاقه بس بالحسابات، ما له علاقه بالمصاري. اوس الله يوفقك الله يخليك، احكي مع ابوك. طيب لا بابا لا، ما عندي فكره ابدا، لكن شوف اذا كان مختلس الله لا يرده. ايه دغري بدي حاكي محامي، قالت لي على واحد قريبه وحكيته. حملنا حالنا ورحنا لعند المحامي على السريع. يا سياك المقدم، كل شيء ممكن يتوقف بس من شان انقاذ الرجل. وشو المطلوب مني؟ يعني اما نقله على مشفى مع حراسه من عندكم او استدعوا له شي طبيب ويشوف شو بيقرر هو. يعني ليش حالته خطيره؟ انا بظن انه معه جلطه، هيك حسب علمي. على عيني، رح نطلب اسعاف فورا. جبت سياره الاسعاف قبل ما يجي الدكتور مشان يكون كل شيء جاهز. يعني سويت اللي عليك واكثر. ولو يا روز، هي غزل، هي بدي شاركها بعمري، معقول ما شاركها بهمومة؟ المهم أمنا سرير محروس بالعناية المشددة، قلنا لحالنا لازم ننقذ الرجال أول شيء. وهنيك بالمستشفى طلبت من كل الأطباء أنه يتوصوا فيه، مع أنه قالوا لي أنه حالته ميؤوس منه.
صرت أنا أركض من جهة والمحامي من جهة وأمك عنده بالمستشفى. أمي أمي يعطيك العافية. الله يعافيك. في مريض اجى على العناية المشددة هلا من شوي. استاذ طمني شو صار معك؟ يا ستي القصة مطبوخة ومحبوكة. شو يعني ما في مخرج؟ كل هاللي إلهم قدرة على تبرئة أبوكي سحبوا إيدهم. وكأنه عم يقولوا لي إنه ما في غير المدير العام يدبره. أبو أوس. أيوه أبو أوس الوحيد هاللي فيه يثبت إنه التحويلة وصلت أو ما وصلت. أبو أوس. يا ستي مثل ما فهمت أبوكي كان راسه كبير وما عم. أنا راسه كبير. بس لشو الحكي هلا؟ المهم هلا بدنا نعرف كيف نخبره على اساس ما دخله. قولي قولي انا عمتي قولي. قلت له لبابا انت لازم تساعدني لانه هذا الموضوع بيخص حياتي كلها. يا بابا ابو غزل انت بتعرفه وانا ما بعرفه. حبيبي اوس لا تهتم الدنيا هيك. بعدين في شيء ما بتعرفه. انت لما بتكون مسؤول لازم تكون قاسي. بابا الرجال بالعناية المشددة وعم تقلي مسؤول وقاسي. ابو غزل اضعف من انه يعملها بالعقل. بابا الله يخليك. حبيبي انا ما بيهمني العقل. في تحقيق في وثائق في اثباتات. انا هذا اللي بيهمني. مستحيل يكون هو. هي مو ضروري. المهم انه هو مسؤول وغلط. خليه يتعلم غيره. بابا انت هيك عم تحطني باشكال حياتي كلها. ليش اشكال حياتك؟ انت وغزل شو دخلكم؟ يعني معقول ابي بهالمكانة وما اقدر انقذ ابو اللي بحبه؟ ايه بس غزل ما بتفكر هيك. بقصد انه ما رح تحملك المسؤولية. انا معك. بس سببنا له بحزنه لأول ما له آخر. هذا جرح ما رح تنسى طول حياته. ورح تضل تحسسني بانه ما ساعدته. انا اللي شايفته انك ساعدت. انت وقفت جنبه كتير منيح. بعدين غزل بنت فهيمة. يا أخي حتى أبوك شو دخله؟ هي إجراءات دولة. شو مزحة؟ فعلا مو مزحة. رواحة الرجال. معقولة أنت؟ أنا يلي قتلته. أنا يلي موتته. لو مو الدراسات العليا. شو بكي؟ في شي؟ في شي تاني؟ في كتير. طيب فوتي ارتاحي هلا. منين بدها تجي الراحة؟ منين؟ خلصنا غزل خلصنا. هي هي الحياة. يعني مين قال إنه كل مصادفاتها سعيدة؟ بس أنا السبب. حتى لو كنت أنت السبب. ما عاد يرجع. ما عاد يرجع. ما عاد يرجع. ما عاد يرجع. سيارة؟ ايه طبعا. طيب توصليني بطريقك، انا مالي حسن السوق. خلصنا بقى أمس، امر الله، تعترض علي؟ بعدين انت ما قصرت. طيب. لنشوف. اسمع لقلك، اتركها تروق وتهدى يومين وبعدين روح لعنده، شو يعني؟ انت لما عزيتيها ما قالت لك شيء؟ ابدا. Thank you.
غزال. أنا أنت شو؟ أنا بس جاي أطمن عليكي. عم بحكي معك على الموبايل، عم بتصل لعندك على البيت ما عم تردي. على كل شكرا، شكرا على كل شيء. غزال، غزال أنا أوس. أوس اللي حبك وحبيتي عم تسكري بوشي؟ مو بإيدي، والله مو بإيدي. كل اللي صار صدفة، صدفة ممكن تصير مع أي حدا تاني. أوس أنا حاسة إنه ما رح أقدر كفي معك. أنا حاسة إنه نحن اللي قتلناه، قتلنا الرجال الطيب، قتلنا أبي. لك شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي أنت؟ أوعى من هيك. خصوصا أبوك، أبوك اللي دبر لي الدراسات العليا، أبوك كان ورا كل شي صار لأبي. طيب أنا شو دخلني؟ أنا جاي لعندك لحتى أقلك بإني أنا لساعتني ملتزم فيكي. أنا بحبك ومستعد كفي كل حياتي معك. ما هتقدر يا أوس، ما هتقدر. بترجاكي بس أعطيني فرصة لحتى فهمك إنه أنا بعرف إنه أنت مو مثل أبوك، بعرف إنه أنت ما دخلك بكل شيء عم يصير بالكون، بس رح تضل في غصة تبعدني عنك، فهمتني؟ حتى المحامي خبرني، خبرني إنه في ناس بتشهد إنه أبي بريء، بس بعد شو؟ أنا شو ساوي؟ قولي لي غزل أنا شو أعمل؟ أنا حكيت مع بابا وقال لي ما بيطلع بإيده شيء. أوس، أوس خلص، خلص.